هشام اصلا شخص ما بيعجبوش العجب. لا مش لدرجه كبده نيه، مش هجرب كبده نيه عشانها. تقولوا ان انا بقيت اعرف اركن بجد يعني، كنت لو احنا اصحاب قوي هو بجد بناخد بالنا من التفاصيل الصغيره قوي دي. يعني تخيل انت بتعصب على جت قالت لك هشام ايه ده، فكره لو في حد هيكسب في التحدي ده هتبقى ليلى. اصلا بقول لكم مش عارفه. النهارده بما ان احنا في البيست فريندز داي، ناس كتير قوي ما يعرفوش ان انتوا صحاب قريبين جدا، الناس عارفين ان انتوا صحاب بتشوفوا مع بعض كتير وبتاع وكده، بس ما يعرفوش ان انتوا صحاب قوي. فاحنا قررنا نستغل اليوم ده ونعرف انتوا عارفين بعض ولا لا. جاهزين؟ انا جاهزه جدا على فكره. كده؟ مذاكره؟ مذاكره. انت جاهز ومذاكر؟ انت ساكت؟ لا تمام. اوكي ده ماشي. ما عندوش اجابه. استنى استنى انا جاهز. هو بيحب يسكت كده ويفاجئكم مره. اول سيكونس اسمه فريند ريكويست. زي ما فريند ريكويست هو بدايه التعارف على فيسبوك، هو عندنا هنا اسم الفقره اللي هنعرف فيها بدايه تعارفكم على بعض، وبعد كده هنعرف حبه حاجات عنكم. تمام جاهزين؟ اوكي مبدئيا احنا ليه مش برد فعلا؟ مستني السؤال قوي. يلا السؤال الاول، مبدئيا امتى اول مره تسمعوا فيها عن بعض قبل ما تقابلوا يا ليلى؟ يا ليلى اوكي. اول مره كنت اسمع عنه كنت بشوفه في لهفه، شفته في لهفه، وكنت عارف ان هو عنده روزنامه هو بينتج وكده، وبوي باند برضو كنت بحب بوي باند قوي، كنت اعرفه من بوي باند. هي في السن اللي كنا مترجتينه كانت ساعتها. لما انت اول مره سمعنا كان امتى؟ انا اول مره اسمع عنك زي كل الناس في عمر وسلمى وانت صغيره، وبعد كده ما سمعتش اي حاجه بقى، ما اعرفش اي حاجه غير عمر وسلمى لحد الفتوة. ايه اول انطباع خدتوه عن بعض لما شفتوا بعض اول يوم؟ فاكره اول يوم انت لما جيتوا المكتب؟ ايوه اول يوم كان في ميتنج عشان في بيتنا روبوت وان، وكان لذيذ قوي 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 قوي، انا ما كنتش عارفه خالص اول مره. بعد كده ما بقاش لذيذ يعني، هو اول يوم بس كان بيخدعني. كان لذيذ قوي ساعتها. ايه لا يعني اول انطباع ان هو شخص ديسنت كده ولذيذ ومثقف جدا. صح مثقف؟ ما اعرفش يعني. حسيت شخص مثقف؟ لا يعني فاهم هو بيقول ايه. حسيت ان هو تنك شويه ولا لا خالص؟ انا اصلا بيفرق معايا الموضوع ده قوي يعني، انا يعني بتضايق منه. فلا بس انا هشام بقى احكي لي. أيوة. اول انطباع بقى اخدته بعد ما شفت ليلى اللي كانت عمر وسلمى مره واحده ظهرت لك في المكتب، فايه؟ لا انا كده كده لما تقابلنا اول مره في المكتب انا بتعامل معاها ان هي واحده ثانيه، يعني مش بتعامل معاها ان دي، لان انا بالنسبه لي ليلى من ضمن الحاجات اللي كانت لذيذه ان هي ما اتشافتش كتير في المرحله اللي هي بتكبر فيها. فانا بالنسبه لي كانت دي واحده جديده، فكانت غلبانه قوي يا عيني كده، لذيذه وكيوت كده. كانت غلبانه يعني حلوه نقول عليها حلوه، والوحشه نقول عليها والوحشه نقول عليها حلوه عشان احنا قدام الناس بس. فكانت غلبانه كده وساكته وقاعده كده ما بتتكلمش، وباباها هو اللي بيتكلم بيعمل كل حاجه. وبعدين قمنا اتصورنا صوره، ممكن ابقى ادور لكم عليها. ليه؟ مش حلوه. بنت كان شكلها طفله عن دلوقتي، كان شكلها اصغر. كبرتي عن ساعتها دلوقتي. لا خلاص خلاص. اول انطباع عن ليلى ان هي غلبانه وكيوت وهاديه. ان هي بنوته كيوت وطيبه كده ومتربيه وقاعده ساكته كده. وبعدين قلت ايه دي هتعرف تعمل الدور دي ولا غلبانه؟ شكلها غلبانه قوي بس طلعت شاطره ما شاء الله. ماشي. كل واحد فيكم يقول ثلاث حاجات مشتركه بينكم انتوا الاثنين كاصدقاء غير ان انتوا بتمثلوا وبتغنوا. احنا الاثنين في اكل كتير بنحبه مشترك. اه دي حاجه. ذوقنا في المزيكا والاغاني شبه بعض. يعني غالبا الاغاني دي حاجه انت عمرك قلتها. بس دايما الاغاني اللي هي بتبعتها لي مثلا اسمع الاغنيه دي بتعجبني، وده مش العادي. هشام اصلا شخص ما بيعجبوش العجب، مش عارفه يعني انا لسه بقول ايه. لا والله دي لا على فكره هو شخص عايز تقلبها مدح دلوقتي. ايوه لا هو شخص مختلف، بيعجبه الحاجات اللي هي مميزة معينة هو يعني مميز. اخر حاجة بقى الاكل، المزيكا، ذوقنا في المزيكا زي بعض، وبنحب نخرج نروح نفس الاماكن. انت في حاجات مختلفة عن دول؟ لا بس انت قلت كل حاجة. ماشي دي بقى المشكلة، عارف ايه؟ ان ليلى هتقول لك ان صح انت عندك كل حاجة. يا ربنا ابدا. خلاص يبقى نديها وقتها بعد كده ما نشرح لها الاجابة. ايه عامل ايه؟ طيب اوكي. ثينك سيكونس بقى اسمه الدبست، عشان بست بقى وبتاع، فانت الدبست فاهم. الفقره دي بنتكلم فيها عن الاختلافات اللي برغم وجودها عندنا كلنا لكننا دبسنا وبنتاقلم عليها غصب عننا عشان اصحاب. تمام اوكي. دلوقتي كلنا فينا حاجات بنختلف فيها كاصحاب، زي الاكلات والخروجات اللي انتم متفقين فيها. تمام. في اذواق سواء اغاني او لبس او طريقه تعامل مع مواقف معينه وطباع معينه. حلو. فدلوقتي هنبدا بان كل واحد فيكم هيقول لنا من وجهه نظره شايف ثلاث حاجات انتوا الاثنين مش مشتركين فيها. الكبه النيه. لا بس احنا اشتركنا فيها. لا انا مش مشترك، انا 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 عملت كده عشانك بس. انا انت ضحكت عليا يعني. عمري ما هطلبها تاني لو رحت. انا هطلبها وهتاكل. ماشي غصب عنك. الكبه ولا الكبده؟ الكبه. كبه النيه دي اكله اللي لا مش لدرجه كبده نيه، مش هجرب كبده نيه عشانها. انت عايز تحوليني ايه؟ زومبي. اوكي انت قلت كبه نيه. ها في الاكل مثلا الكبه النيه. طب ممكن ما تاخدش
الكوتش بتاعتي. انا حاسس ان انا عايزه اجاوب الاول في الطباع. لا انا اقول لك حاجه مثلا في الطباع. ايه هي؟ قوليها خلاص قوليها. توتر؟ ايوه طبعا بتتوتر بسهوله. انا مش بتوتر بسهوله خالص. اوكي ما شاء الله ما شاء الله. فدي حاجه مثلا احب ان هي طباعها مثلا تتغير. تبطل تاكل كبه نيه تبطل تتوتر بسهوله. حاجه بقى اخر حاجه دي خبيره السوشيال ميديا بتاعتي بجد. انا في الكنافه انا اصلا ما بستعملش السوشيال ميديا كتير خالص. فليلى بقى اللي هي ايه ليلى هو احنا بننزل ستوري منين؟ انا في الليفل ده اللي هي مش لاقي الزرار اللي هو بتاع الستوري او غيروه هم من فتره كده من سنه كده غيروه اللي هو بقى البوست والستوري والمش عارف ايه دول كلهم في نفس البتاعه. ده طبعا بالنسبه لي بقت صعبه جدا. انت بقى قولي ثلاث حاجات انت من وجهه نظرك شايفه ان انتم مش مشتركين فيها غير اللي هو قالهم. بص ان هشام ما بيبعتش صور. يعني لو انت بتصورت من موبايله هتقعد مثلا مش اقل من سنه عقبال ما تاخد الصور دي بجد والله. بس هو دلوقتي اتحسن شويه. بجد شويه قول لهم بقى عشان اتحسن شويه. انا ما بحبش التصوير. هو ما بيحبش يتصور اصلا. فيتصور بموبايله اسهل ما يتصور بموبايل حد تاني ويبقى مش عاجبه برده يعني فاهم. فبيحب يتصور بموبايله قوي. بحب اتصور بموبايلي وتبقى الصور للذكرى كده ما تنزلش وخلاص. تبقى هي موجوده كده وخلاص غير الصوره. غير الصوره ان هو ما اعرفش دي عندي ولا لا هنكتشف دلوقتي. بس ان هو مثلا ساعات بيكون دماغه مشغوله ب 100,000 حاجه. انا مش كده خالص. انا ما اعرفش اعمل كده. انا هي حاجه واحده اللي عارف. زي ما انت شفته كده هي حاجه واحده. ايوه انا افتكرت واحده ثانيه اللي هي بتاعه التركيز دي. التركيز انا قصدي اللي هو لما بنبقى بنتكلم ابقى مركز في حاجه معاكي اللي هو هو مركز معايا بس بيرد على حد ورا باصص لي. بس بيرد على 10 ورا وبيقول لي ها كملي. فيعني ايه هكملي بس معلش. أيوة. اقول هضيف حاجه ان هو بيبقى مركز. يعني هو فاهم ومركز كويس قوي انت قلت ايه. بس ما شاء الله يعني دي موهبه. انا مش عارفه اقول ايه. تذكر يعني بيعرف يعمل حاجات كتير. هو كده فعلا. أوكي. بس هي بقى كله لا مش هحكي كمل ركز معايا. بقول لها طيب كملي ما انا معاكي. لا ركز. انا بحب اللي بحكي له حاجه ده يكون مهتم 100%. ما احبش بقى ببقى مهتم 100%. بس ده مش باين لي فده. بس انا لو عملت مثلا بعيني اللي هو كده خلاص انا قفشت ومن الحوار خلص. ما تخليك ما انا ركز ومفيش حاجه ما بكونش ابص على حاجه. يعني عادي اهو زي ما انا قاعد بتلاقي عملت كده. ها اخر حاجه ساعدني يا هشام عشان احنا يعني على فكره طب التركيز دي انا اللي قايلها. في سواقه سواقته احسن منك مثلا؟ لا هو بجد انا بعرف اسوق. لا واحنا مش هنتكلم في سواقتي وسواقتها كده لان اكيد كل الناس عارفه ان ليلى يعني عمرو فضح عمرو وهبه فضحها الركنه وكله. ممكن تقولوا ان انا بقيت اعرف اركن بجد. انا ما بقيتش اعرف اركن. بتعرف انت بتكذب بتاع لا مش بكذب. انت بتجاملني. اعمل ايه طيب؟ طب قول الحقيقه. قولها بقلبك. قولها ان انا ليلى يا جماعه بتعرف تركن. يعني ماشي قول له. لا يا هشام انا بجد اتطورت. لا يا ليلى ما بتعرفيش والله العظيم يا حبيبتي. اقسم بالله اتطورت. اتطورتي انت شايفه كده انت. طب انت شفتي كده فين؟ اتطورتي في انهي ركنه؟ ده انت ما بتعرفيش تركني الركنه اللي هي اللي بوشك العاديه دي. انا بحب اركن بظهري اصلا. على فكره هي مقتنعه ان هي شاطره في الركنه بالظهر اللي هي اصعب بكتير. ما هي اصعب. ما انا اقسم بالله بعرف اركنها والله العظيم. طب انا هثبت لك. هي بس لسه بتحفظ مقاسات العربيه بس. لا بص انا خلاص مقتنعه. انا مقتنعه مش فارق لي خلاص رايي. والله العظيم انا قلت بتعرف تركن يا جماعه بظهرها اكتر. طب في حد شكر في سواقتك قبل كده اصلا؟ في حد شكر في سواقتي؟ لا بصراحه ولا حد. يعني في حاجه مختلفه شويه ان انت بتعرفي تسوقي وهو بيعرف يسوق كويس. دي حاجه مشتركه منكم. انا مش هقول كده ابدا. هي مش هتعترف. ده كده دي حاجه عمرها ما هتعترف. لان انا شايفه ان انا بعرف اسوق. عندكم في الكومباوند صح؟ والله ولا عندهم في الكومباوند. يا هشام بجد انت مش لسه كنت تركني والراجل قعدتي تزمري وبتاع كنت هلف واجي لك برده؟ كنا احكي لهم لو سمحت. برده راجعين برده وبنتكلم في التليفون وبعدين فجاه هي وصلت بيتها قبلي لفت هي ودخلت الكومباوند بتاعها وانا لسه مكمل. فجاه لقيت ايه ده هو ماله ده واتكلكس. الله كان مولع النور باين في وشك. راكن قلب نور. لو سمحتي دي ركنتي. راكن قدام بيتها. هو برده غريب قوي بصراحه. راكن عماله تقول لي ده راكن مكاننا لو سمحت انا ساكنه هنا مش عارف مش راضي يمشي قدام بيتهم. وعمال يقلل لي نور فانا مش فاهمه. فوترتني طبعا. فقلت بقى واخد اليوتيرن اروح على الكومباوند ولا اعمل لها ايه دي. فطلع ابو واحده صاحبتها في الاخر صح بيهزر معاها. فنزلت قلت له يا نهار اسود. طب احنا تعبسنا وراكم وعرفنا شويه حاجات ممكن تكون متزهق الصحاب من بعض. فهنبدا الاول عند ليلى. ليلى مش بترد على الواتساب خالص. حصل ده معاك قبل كده يا هشام؟ لا بترد. لو يعني ليلى لو ما ردتش على واتساب هعرف ان في حاجه غلط. يعني هكلمها. اوكي. مش ان هي بترد في ساعتها. ان في حاجه حصلت غريبه. يعني غريبه. متهيألي في مره لقيتك مش حاطه صوره مثلا فقلت لك ايه ده انت مش حاطه صوره ليه في حاجه ولا ايه؟ في مره كنت انا ما ردتش لا كنت رديت متاخر قوي باين. ايوه
انت قلت لي انت كويسه انت كويسه بالظبط كده. ما انا عشان كده بقول اللي هو لو هي ما ردتش يعني كتر ما احنا اصحاب قوي هو بجد بناخد بالنا من التفاصيل الصغيره قوي دي. ومره لقيتها شايله الصوره قلت لها هو انت شايله الصوره ليه في حاجه لوك ولا ايه؟ لا انا قلت في حاجه. اصل هي الطبيعي لو هتشيل صوره بتحط صوره ثانيه وانا اللي هو الشخص اللي هو لو لقيتك حطيت صوره على واتساب ابعت اقول لها ايه ده الصوره دي حلوه قوي بتاعه الواتساب عادي. فلما لقيتها مش حاطه صوره قلت لها ليه؟ انما انا اللي ما بردش على واتساب اصلا عشان انا مش بحب التليفون ولا الواتساب وكده. طب انت فيش بقى من الحوار ده؟ زمان كنت بتضايق بس دلوقتي بقى عادي يعني تعودت وفهمت. اوكي ايه المواقف اللي دايما بتقولوا فيها لبعض انت المفروض ما كنتش تعمل كده كنت اسمع كلامي من الاول؟ هو اكيد بيقول لي كده بس ما بيقوليش بالطريقه دي ابدا يعني بس مضمون الكلام كده قصدي. هو دايما بيتكلم معايا بالراحه كان ينفع تعملي كذا الصح بتاعه كذا على طول. طب انت عمرك ما نصحتيه؟ عمر ما عشان جاي قال لك طبعا تنصحني بجد؟ طبعا كتير يعني اصلا انا مش فاكره في ايه. في حاجه مثلا اللي هي مؤخرا كده اللي هو لا بلاش اهدى مش عارف ايه مش عارف ايه يعني هي اللي هو مثلا بتحاول تهديني في حاجه بتحاول تبقى اسمها ايه خير وسط خير ولا مش عارف فاعل خير فاعل خير لا مش فاعل خير ممكن نسكيب يعني هي تحسها ان هي حد بيصلح الدنيا. هقول لك على حاجه بتحاول مثلا مش عارف لما بحس ان هو مش هو بقول له يعني لما بحس ان هو بيخرج عن شعوره مثلا او هيخرج عن شعوره ببتدي اقول له لا انت مش كده خلي بالك اهدى كده يعني. ازاي دي حاجه مشتركه دي حاجه مشتركه لا هي يعني مش يعني بتحاول بتوصل لك اللي بتحاول تعمله بس هي مش بتقولي بتقولي كده وانا متعصب قال لي كده انا اختار بقى اضحك يعني تخيل انت متعصب واحده جت قالت لك هشام ايه ده حاجه مش طبيعيه طبعا. كل اتنين صحاب بيكون عندهم طبع معين نفسهم يغيروه في اقرب واحد ليهم. ايه اكتر طبع نفسكم تغيروه في بعض؟ انا هو اللي قلته موضوع التوتر ده ان هي بتتوتر بسهوله بس هي مع السن ومع الوقت لما تكبر شويه وتمر تجارب اكتر وخبره اكتر اعتقد انه ده هيحصل بيحصل يعني اوريدي اتحسنت. انت بقى ايه عايزين اجاوب برضو؟ لا ما تجاوبش بس تفكرني لو عايز تفكرني. لا اصل انا هقول لك على حاجه انا بنسى بسرعه جدا مش بنسى بسرعه ساعات بنسى. لا ما تقولهمش كده اشرح لك انت اللي قلت يا بنت. هو ساعات ببقى انا قايله له حاجات وانا بنساها فهو بيبقى فاكر عشان كده بساله دلوقتي. انا فعلا مش عارفه بتتكلم عن ايه. لا يا هشام بجد يعني ساعات ممكن مثلا اقول لك حاجه مثلا حاجه مثلا بتضايقني الموضوع اللي قلته لك من شويه الزحمه والحاجه مثلا فانا ببقى قايله لك وانا اصلا انت اللي قايله لي انا اللي عارفه انا اللي قايله لك. لا ثانيه واحده يا بنتي موضوع الزحمه ده انا اللي قايله بس مين اللي قايله لك؟ انا عارفه عنك بس انا اللي قلته. اوكي يبقى انا كنت ناسيه فانت فكرتني فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. لا بس انت ما قلتيليش معلومه انت لا انا قلت لك انا متوتر من الزحمه جدا يعني. ايوه انت فاكره انت قلت لي ازاي؟ قلت لك ايه؟ كنت مزنوقه في زحمه عند قدام في الطريق بتاع بيتك صح؟ وكانت الحته دي مقفوله فلقيتك متوتره زياده على اللزوم على التليفون. يا بنتي في ايه؟ لا اصل انا متوتر من الزحمه قوي ايه ده؟ متعصبه وبتاع فانا عرفت فانا النهارده اللي عشان بنتكلم على بقى ان الانترفيو عن الصحاب وكده فقلت لها ان مثلا حاجه زي الزحمه فقالت لي صح انا بتوتر من الزحمه في ايه ماشي خلاص خلاص فاكره نفسك تاخدي حقي كده ايوه طبعا هاخد حقك عادي جدا. قولي لي اكتر طبعا نفسك تغيري فيه برده انتي مفيش نجاح ان انت ايه ما انا ما اعرفش انت كويس والله زي الفل. دلوقتي بقى عندنا اخر سيكونس اللي هو فرنتس. في الفقره دي هنديكم امتحان مكتوب زي امتحانات العربي بالظبط فيها اسئله بما تفسر واذكر وصح ده وغلط. لازم اللي هيكسب لازم يبقى في حاجه يبقى الثاني يعني يعمل له حاجه ليه عنده حاجه يجيب له حاجه. اصل انت هتون صوتك وتون الاتيتيود ده لان انت عارف انت هتكسب خالص على فكره. ايه اللي انا بعمله ده فعلا على فكره؟ لو في حد هيكسب في التحدي ده هتبقى ليلى اصلا بالمناسبه انت لفتت نظري دلوقتي. يبقى اللي هيخسر يجيب حاجه للتاني مثلا او يعمل فيفر للتاني او يعمل حاجه هو التاني عايزها. ديل ديل. قواعد الامتحان ان طبعا غير ان الغش ممنوع كده كده ما تسالوش بقى هشام اصل انت كنت عملت الحاجات دي ماشي. كل سؤال ليك فيه محاولتين. لو انت جاوبت الاجابه من اول مره هي هتاخد درجه كامله. لو انت جاوبت الاجابه من تاني مره هتكون نص درجه. فخلينا بقى دلوقتي نختبركم ونشوف النتيجه. دلوقتي استاذ مهدي هيوزع عليكم ورق الاسئله. مستر مهدي بقى مستر مهدي المفروض ان كل واحد فيكم هيجاوب سؤال. انت هتجاوبي سؤال وبعد كده هو هيجاوب سؤال. فدلوقتي استاذه ليلى هتجاوب اول سؤال. اقري السؤال وتفضلي. السؤال الاول بما تبس لا يحب هشام تصنيفه كملحن او منتج او مغني او ممثل ليه؟ عشان هو شخص مالتي تالنتد وبيعمل حاجات كتيره قوي ما بيحبش يتصنف في حاجه معينه لان هو بيعمل حاجات كتيره جدا. فاهم حاجه الاجابه صحيحه ولا لا؟ قول اول لا لا ايه
ايه ليه خسرتني ليه؟ ثانيه واحده دي اول فاضلك محاوله ثانيه فكري. ايوه انا قصدي ان هو يعني دي مش الاجابه الثانيه اللي انا هشرحها لك. لا انت مش فاهم، هما بيسالوكي على دماغي انا اكيد مش جوه نفسي مش بقعد اقول انا مالتي تالنتد، انا 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 مش عايز حد يقول عليا فاهمه. طب ممكن اغش حاجه؟ لا ممنوع انسي. انا ابتديت اتوتر دلوقتي بس استنى بقى ثانيه واحده. يعني عشان هو لا ملحن بس ولا بيكتب اغاني بس مثلا ولا منتج بس ولا ممثل بس، هو كل الحاجات دي في بعض مربوطين ببعض. يعني مثلا بيعمل مسلسل مثلا بيعمل فيه اغاني تلحين مثلا، بيخرج تتريته مثلا، يعني الحاجات اللي بينتجها بيخرج. فاهم حاجه؟ نص درجه صح. هو ليه كده؟ ليه بجد انا جاوبت عشان انت جاوبتي اول حاجه غلط، عشان انت قلتي ان هو مش كده وكده وكده. بصي يعني يعني انا بالنسبه لي الاجابه الصح ان انا اصلا بصحى كل يوم عايز اعمل حاجه مختلفه، فمش عايز اتصنف اللي هو اني ملحن او الناس تبقى متوقعه ان انا بكره بلحن او اني هفضل الحن، لان انا كل يوم بصحى ببقى عايز اعمل حاجه جديده. وممكن في فتره تلاقيني هو انا صحيت كنت عايزه ابقى ايه، مره صحيت كلمت قلت له هشام انا قررت ان انا هبقى ملحنه، قالت لي انا عايزه الحن. صحيت من النوم قلت له عايزه الحن، قلت لها تمام، قالت لي يعني ايه تمام يعني طيب هعمل كده ازاي؟ قلت لها تعملي كده، قلت لها عادي، قالت لي عايزه اجرب، قلت لها تعالي جربي اهلا وسهلا. نص درجه اتفضل. لا هو اللي بيقول اتفضلي مش انا اللي اقول، انا ماليش دعوه. ايوه انا قلت اجابه. طيب تمام يا هشام تمام، اسئلتي جايه يا حبيبي. لا هم اللي يحكموا. اتفضل يا استاذ هشام السؤال الاول. اه بما تفسر، ليلى زاهر مش بتقص شعرها مع ذكر توقيت اخر مره قامت بتغيير لون شعرها. ايوه يعني ايه السؤال؟ هي شخصيا مش فاهمه السؤال. يعني هي انا ما بقص شعري مع ان انا غيرت لون شعري؟ لا دول سؤالين مبدئيا. بما تفسر ان ليلى مش بتقص شعرها، ده اول سؤال. اه ده اول سؤال. ده اول سؤال. هل السؤال ده صح اصلا؟ نعم. ايه؟ لا ثانيه واحده. نعم انت بتسالني؟ انا بتاكد منك ان لا ما تتاكدش، انا مش هقول حاجه لان هم ممكن يكونوا مش عاملين شغلهم مظبوط. عيب عليك. انا مش هرد عليك يا هشام خلاص. بصوا انا قفشت. بصوا يا جماعه، هو دايما ايه لازم يبقى عندك خبز انك تمثل انك مش عارف، بس انت تكون عارف عشان اخدعك عشان تبقى حلقه حلوه. انما طبعا ليلى ما بتحبش تقص شعرها. ليه بقى؟ هي ما بتحبش تقص شعرها. هي بتحب شعرها يبقى طويل. ليه بقى؟ صح والله هي بتحب الشعر الطويل. مش مفيش سبب معين. اوكي مع ذكر توقيت اخر مره قامت بتغيير لون شعرها قبل المسلسل صح؟ صح قبل المسلسل على طول. درجه سقف سقف سقف. هشام جمال بما تفسر برضو. هشام انت بتبص في ورقتي؟ لا ده سؤال. هو برضو ما بتبصش في ورقتي. هشام جمال لم يطلق ايه؟ لم يطلق لا لحيته ببص ليه؟ عارفه لحيته؟ عارفه لحيته؟ مش هتعرفي تقولها. قولها كده تاني. لم ايه؟ لحيته. لا قبل قبلها. لم يطلق. لم يطلق ما سابش يعني. لم يطلق هشام جمال لم يطلق. متضايق اني ببص في الورقه. هشام جمال لم يطلق لحيته من قبل. ليه يعني؟ ولا ماشي اوكي اوكي براحة كده يبقى مش عارفه براحة بس انا هجاوب مستر سام. عشان هو ما بيحبهاش طويله، بيحبها كده. لا هو هو على فكره هو على فكره قبل كده لا زمان قبل كده كنت مربيها شويه. اه ولما بيقولوا لي وحشه. وحشه جدا 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 انا اسفه بس هي بجد وحشه. يعني ما بسيبهاش عشان لما بسيبها بلاقي الناس كلها بتقول لي احلق بقى. وانت برافو واحد سقفولها عشان بتتقمص. سقفولها عشان بتزعل. سقف معاهم. سقفت لك. اوكي بما تفسر، ليلى زاهر دائمة التأخر على مواعيدها ولا تجيب على تطبيق الواتساب. دائمة التأخر على مواعيدها هي ممكن تبقى بتتأخر في الخروجات بس في الشغل لا. ليه دائما بتتأخر؟ انا متأخر؟ اه شو اه لا اصلا الموضوع ده غلط. لا هي انا متأخر على مواعيدي. انا متأخر على انا قلت امتى؟ اقول لك الإجابة الحقيقية ومحدش يزعل مني. ايه؟ متأخر جدا؟ اجيب لك من الآخر. هي بتتأخر على الخروجة اللي مش مهمة بالنسبة لها. انما لو خروجه هي عايزه تنزل متحمسه ورايحه عايزه تروح تقابل الناس اللي هي رايحه تقابلها بتبقى بالدقيقه في الميعاد. بقيه السؤال بس حضرتك. اه وبما تفسر ان هي لا تجيب على تطبيق الواتساب، اقول الاجابه اللي من الاخر برده ومحدش يزعل؟ لا هيزعلوا بجد. نفس اللي فاتت بالظبط. اجابه صحيحه. اجابه صحيحه. انا نصلح اللي انت قلته. لا ما تقفلوش. السؤال الثاني، اذكر روتين شعر هشام جمال. ما عندوش روتين شعر. هو لا يا بيلمه يا بي يعني زي ما انت شايف كده. روتين شعر ده يعني ايه بقى؟ اللي هو انا بحط عليه ايه وبتاع؟ بغسله بشامبو كونديشنر اقسم بالله. ولا عمري حطيت حاجه على بشرتي ولا كريمات وشعري والله العظيم. انا كسبان. انا ايوه جبتك صح. ايوه اذكر الاسم الثنائي. صديقه مقربه جدا لليلى وفي نفس الوقت هي صديقه مقربه لملك اختها، واول حرف منها مين؟ منى قضى. الله عليك اقسم بالله. هي اصلا بالصدفه منا اكتر واحده انا بحبها في اصحاب ليلى. اوكي السؤال لا برافو. ثواني يا جماعه ثواني بجد برافو منا بجد بجد برافو وبجد مش مغششاني انا عارف عشان هي عندي على الانستغرام فانا عارف. اتفضلي يا استاذه ليلى.
اذكر الاغنيه الغير مصريه اللي حفظها هشام لكي يغنيها في حفله بالساحل الشمالي عام 2017. ديسباسيتو. ايه ده؟ صح. برافو. اه صح. ايه ده؟ اقسم بالله انا كنت ناسي اصلا. اذكر نوع الاكل المفضل لدى لولو. ليلى ما عندهاش اكله معينه مفضله، هي بتحب كل الاكل، بس لو هتختار اكله هتبقى السوشي. المغنيه المفضله لدى هشام جمال يبدا اسمها بحرف الهاء. ايفاء وهبي. ايفاء وهبي. اذكر اذا قامت لولي بفتح محل الحلويات، اذكر نوع الحلوى التي سوف تصنعها مثل الحلواني. انا عارف عشان في نوع ديزرت معين هي اللي بتجيبه اكتر حاجه، فاكيد هي لو عملت ديفينتلي هتكون الكوكيز حاجه اساسيه. شاطر بجد. اذكر اغنيه ارسم قلب التي كانت فكره واخراج هشام جمال. اول كوبلي. اذكر اول كوبلي هشام غناه. اول جمله انا قلتها في الاغنيه هي ارسم قلبه وضحك على الشبابيك. صح. افتح باب الدنيا قصادك ملك ايديك. صح. بس كده خلاص. اقول ايه يا جماعه؟ هي بتتعاد ثاني مره. ارسم قلبه ده كانت بطريقه ثانيه غير اللي هم بيغنوها. اتفضل. اذكر فيلمين ظهرت فيهم ليلى باسم ليلى. يا نهار اسود. فعلا هي ممكن تكون هي شخصيا مش عارفه اجابه السؤال ده. مالناش دعوه. هتكون عارفه واحد وناسيه واحد. قول انت اول واحد ده هتقول. اهدي بقى كده ثانيه واحده عليا. ثانيه تمام. انت ما توترتش. لا 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 ثانيه واحده. انت في فيلم الاخراني ده؟ لا اصبر بس. ايه ده؟ ايه ده؟ انا براجع الحاجات دي بس صغيره. ايوه. عمر وسلمى كان اسمها ليلى. تمام. شاطر. ودي واحد. عمر وسلمى كريم. كريم. عمر وسلمى 1 وعمر وسلمى 3. ايه ايه ايه؟ انا جيت منين في 1؟ ده عمل واحد. انا كنت فين؟ هي اصلا كانوا في 2. عمر وسلمى 2 وعمر وسلمى 3. لا ثانيه واحده. دول فيلمين. انتوا قلتوا فيلم واحد. لا انا عايز. انتوا قلتوا فيلمين. ده عمل. ده عمل اسمه. انت قلت عمل. قلت فيلم. انا قلت فيلمين. اه فيلمين. بس هو الفيلم ده عمل. انا عايز عمرو. عمر وسلمى 2 وعمر وسلمى 3. لا اسمع بقى سقفه. تمام. انت غصب قوي قوي. لا والله دول. انت عارفه صح؟ قول واحد كمان. انت عارفه؟ ايه انا. النهار اسود. انا بس استنى. والله انا قلت لكم هتبقى عارفه واحد وناسيه الثاني. بيبدا بالكاف. ايوه. اوكي قول بقى. مش هيجيبه. مش هيبقى. انا ما اعرفش. انا ما شفتش غير عمر وسلمى. لا كان في حد مع تامر حسني برضه. اصلا بقول لكم مش عارفه. انا عايز اقول لكم على حاجه. انتوا اصلا فكره ان انا اول ما اتسالت السؤال قلت لكم هي في واحده تبقى عارفاه والتاني مش عارفاه. المفروض ده افتكرت. اقسم بالله دلوقتي في ايه المشكله؟ انا ممكن تسيبيني اخد النقطه. طب خلاص خد النقطه. ماشي. لا هو على فكره انا هو اللي بيكسب فينا هيعمل حاجه لحد. صح. فخلاص انا بكسبك. ليه مش نصب يا ليلى؟ انا بكسبه حبا. هي ماليش دعوه بيها اصلا. انا ليه دعوه ليه دعوه يعني ايه يعني؟ انت شايفه المفروض صديقها جدا، المفروض تكون عارف عنها كل حاجه. ايوه صح. هو انت ازاي مش عارف؟ انت مش عارفه. انا افتكرت دلوقتي. ايه ده؟ طب خلاص انا ممكن احسبها له بوينت. لا نص بوينت. انا كده نص بوينت. كده نص بوينت. احنا اسفين. ليه؟ عشان هو جاوب بس عمر وسلمى. اللي بيحصل ده بالنسبه لك موافق؟ مبدئيا بس هو الفيلم الثاني ممكن تقول فيلم لتامر حسني بحرف الكاف. ارزع. انا بقول لك اهو بديك فرصه. هو كان قبل عمر وسلمى. بعد. الله. بعد. ايه ايه ده؟ ايه؟ لا قبل. انت مش عارفه الفيلم بعد. والله اقسم بالله قبل. انا اللي مصوراه. انا اللي صورته وكبرت سنه وصورت عمر وسلمى. فيعني سيد العاطفي. لا مش بغلط. لا غلط. إيه؟ غلط ولا حاجه. ده كان سيد. انت هي ليلى عضتك ولا ايه؟ هو عمل حاجه غير سيد العاطفي؟ كابتن هيما. كابتن هيما. كابتن هيما بعد عمر وسلمى. بعد عمر وسلمى يا ليلى. اللي بعد عمر. مين اللي بعد عمر وسلمى؟ كابتن هيما بعد عمر وسلمى. لا انا هاخد النقطه كامله لان انا اول نص درجه قلت ان انت في واحده تبقي فاكراها وواحد مش تبقي فاكراها. ده بحد ذاته ان انا عارفها كويس. لا جدا. لا لا ماشي اوكي. إيه بس إيه ده بس انا غششتك اصلا. قلت لك قول عمر وسلمى 2 و3 وانت خدتها مني وقلتها لي وعايز كمان تاخد الدرجه ليه؟ انا واخد منك 2 و3 ده ان هما فيلمين غير بعض. يعني انتوا نصبين عليا. ثانيه واحده. انتوا نصبين عليا في ان انتوا مش راضيين تعدوا لي فيلم عمر وسلمى 2 و3 ان دول فيلمين. اوكي عديتها يا عم عمرو. ماشي. وكمان قلت التفصيله بتاعت ان انا عارف عنها انها هتبقى فاكره واحد ومش فاكره الثاني. دي كانت نص درجه لي. انا نص درجه. نص درجه ولا ربع؟ كنت دفعت عني لما انا اخدت نص درجه في الاول. كنت قلت لهم انا قعدت ادافع عنك دلوقتي. اجابتك كانت غلط. طب عايز اقول لك ايه؟ لا لا كانت صح. طب انا عايز اقول لك حاجه بقى. مبدئيا هي عرفت اغنيه انت غنيتها في الحفله وانت اصلا كنت ناسيها. انا اقسم بالله دي بقى اللي محتاجه اخد عليها اوسكار فعلا. بس اتفضلي يا استاذه ليلى. انت تاني دلوقتي اصلا. كملي الامتحان. اذكر. غلط. هو ايه ده؟ اجابتك غلط. في نفس الفيديو كليب كان يرتدي فيست فوق ايه؟ فوق قميص به العديد من البروشات. اذكري عددهم 7 أو 10 أو 3. هو مش 3. احنا هنستبعد. هنستخدم سياسه الاستبعاد. فهو مش 3 مثلا. هم 7 7 أو 10 أو 13 مبدئيا. طب ما نخليهم كده حلوين. استبعدي براحتك. 17 او 10. هو في انت زهقت؟ 7 أو 10 أو 13. لا لا صحصح لي كده لو سمحت. انا بركز في اسئلتك. السؤال بتاعك بناخد وقت كتير قوي عقبال ما بنوصل. ما انت متضايق بقى. لا لا ناخد وقت طويل عقبال ما بنوصل ان احنا نقرا السؤال. 7 ولا 10 ولا 13؟ 10 صح. ده سقيفه.
باي لك قوي. لا مش باي لك، هم كانوا كتير فانا 10 عشان كده انا عايز اخسر اصلا عشان انا عايز اجيب لك حاجه فعلا. طيب يلا بطيب خاطر نفسي. اتفضل اتفضل. الماتش بيروح مني. اذكر اسم مسلسل قامت بيه ليلى بدور بنت الفنان القمر احمد زاهر. هم كاتبين كده ايه الفنان القمر؟ طلعت هي بنته في الفيلم في المسلسل. المسلسل 2011. سنه 2011. سنه 2011 دي اللي كانت سنه الثوره. ايوه ايوه هتعرفوا ايه. طيب 2011 هو مسلسل بتاع تامر حسني. ادم صح. اوكي اتفضلي يا استاذه ليلى. اذكر ايه الأغنية اللي هشام غناها مع بوي باند وقال فيها تصبحوا على خير؟ لو عرفته نهار اسود. طب ممكن اقول حاجة؟ لو عرفته تبقى شاطر. الأغنية قديمة قوي اللي هي كانت أول أغنية، ولا اللي هي الأغنية في النص اللي كانت دوات مع حد راب بيغني رابر؟ هي واحدة من الاثنين. أنا حابب نفسي. صح نفسي صح؟ صح برافو. لا دي بس إيه بس؟ أوكي أستاذ هشام اتفضل. اذكر لا خلاص اذكر تاني اسم الاغنيه العربيه التي غنتها في حفله تخرجها من المدرسه. يعني هو مش عايزه اقول لكم ان هو اللي كان عاملها لي اصلا فيعني وسقف سقف سقف نستاهل وسقف سقف. وايه تاني وايه تاني؟ لا ايه لا هم كاتبين الاغنيه العربيه. العربيه العربيه بس انا كنت عايزه بس. والاغنيه الثانيه انا اللي مختارها لي. ايوه هو صح. اسمها ايه بقى؟ بتاعت جريتست شومان نيفر انف. صح. السؤال الثالث صح وغلط. ماشي ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي. هشام لا يحب الشوكولاته. ايه قليل اكل الباقي بياكل قليل يعني. هشام لا يحب الشوكولاته ده سؤال اصلا نرفع عليكم قضيه بيه يعني. ده اصلا صح ولا غلط يعني؟ غلط. اوكي انا اسفه جدا. اوكي انا عارفه على فكره صح وغلط، انا بس بقول لكم يعني انتوا لو فكرتوا تعملوا حاجه غير صح وغلط احنا كده عادي جدا كنا ممكن. انت اتخرجتي ودخلتي جامعه ازاي؟ انا مش فاهم. بنروح انا نسيت انا بنسى عشان انت فنان يعني عدوكي بالواسطه ولا انا بنسى بالراحه عشان هكتبك دلوقتي اصلا. صح او خطا؟ غلط. اوكي صح او غلط. ليلى احمد زاهر عاشقه للصور التي تلتقطها بالكاميرا الاماميه السيلفي. لا مش عاشقه، هي بتتصور بس ليلى نعم. سؤال صح ولا غلط؟ غلط غلط. اوكي اجابه صحيحه. اوكي اتفضلي. هشام جبال لا يحب التعامل مع الاطفال مطلقا. غلط جدا، هو ما بيحبش حياته ولا الاطفال اصلا. اجابه صحيحه. اتفضل. ليلى لا تستطيع ان تقلي بيضه فهي ليست مهنه في المطبخ. غلط طبعا. اجابه صحيحه. استاذه ميرسي يا هشام بجد، ممكن تسقفوا له عشان نسيت. فكرت برضه ان انا جاوبت صح فانت عمال تقول لي لا لا اشكر بقى. ايوه اوكي اتفضلي. اخر سؤال ليك يا استاذه ليلى. اتفضلي. هشام جمال شخص قيادي ولكنه كان طيب وغلبان وهو صغير. غلط. اجابه صحيحه. عمري ما كنت طيب وغلبان دي. اوكي اخر سؤال. ايوه اخر سؤال. ليلى بتحب دلع لا يعرفه الكثير وهو ليليانا. ايه لا طبعا انا عارفه. طب يا جماعه نقسم بقى حاجه من ليلى. لا عشان ده غلط ده مش هينفع. انا وانا بقول السؤال قلت ليليانا اللي هو انا عارف انه غلط. ايه ليليانا ده عمري ما سمعته في حياتي. عامه يا جماعه دلوقتي السكور يا استاذ مهدي او النتيجه. النتيجه هي تعادل ما بين ليلى وهشام. إيه؟ تسقيف يا جماعه. لا انا مش موافق. انا عايز اكسب. هو ايه ده؟ سؤال اضافي. سؤال اضافي. نعمل جوله خاصه بقى. سؤال سرعه. شفت بقى انا ذكيه فعلا اهو. السؤال هو كل واحد فيكم هيقول كل واحد من على الكرسي عشان ما اجاوبش قبل. كل واحد فيكم يقول التاني عنده كام فولور على انستغرام. عندها 4 مليون. ما عشان انا لسه مكملاهم. لا هو انت مش عارفه صح؟ اقسم بالله عارفه. طب قولي 1 بوينت حاجه ما هجيبها دلوقتي. لا قولي رقم مالي. انا عايز حاجه صحيحه. 1.4. غلط. 1.7. غلط. غلط. 1.1. غلط 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 غلط. يا جماعه تذهب الجائزه لهشام جمال. خلي روحك في الوضعيه. خلي روحك في الوضعيه. انت بجد كسبتني؟ ها؟ ايوه انا كسبت. انا اصلا ما بحبش اخسر فتخلي روحك رياضيه. لا انا مش موافقه على الكلام ده. ممكن سؤال تاني؟ خلي روحك رياضيه. طيب يا جماعه احنا اتبسطنا معاكم جدا في الانترنت. لا ثانيه واحده انا مش موافقه اقسم بالله. وطبعا النهارده يوم ال انا هنتخانق مع بعض. وليلى للاسف طلعت صديقه مش احسن حاجه. ايه فالف مبروك يا هارد لك. لا ما تسلمش عليا بعد اذنك انا مش عايز اسلم عليك. يبقى كده بما ان انا بكسب هفكر في الحاجه اللي انا عايزها وهتعمليها لي مجبره وهنزلها على السوشيال ميديا بعد كده عشان نستحق. يا جماعه يعني شرفتونا ونورتونا في البيست فريندز داي وان شاء الله باذن الله نعمل معاكم حاجات تانية. وشكرا جدا. اتفضلوا بقى.